أهل القبر، عذاب أهل القبر، أهل النار أهل الجنة، هل هم باللغة العربية ولا كل واحد مثلا على اللغة؟ قال السيوطي: ومن عجب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسريان، أفتى بهذا شيخنا الفلقيني، وهذا ما لم أره بعيني، أو أفتى بهذا شيخنا الفلقيني، وهذا ما لم أره بعيني. أنا غيبيات. الحقيقة أنه هو باللغة العربية، لأن الناس كلها اللغة العربية، وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل عنه من قبر، يعني من خصائصه، حتى من عهد سيدنا ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا أمريكا والهندية والسودان والإيران يتعدى بلغة واحدة؟ ومولانا الوفيات بالعالم يخبر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوميا. الوفيات. الوفيات. إيه. يعني هو عليه الصلاة والسلام. سيدنا. إيه المسلم اللي بيكون مات على الإسلام بيعرف. وجيرانه بالمقبرة يعرفوا لما يجي يدفن واحد يعرفوا فيه. هذه الأفراح إلى بلاد العالم الأرواح، وفي الموتى يعني بيسألوا اللي بيجي ما هو فلان وفلان وفلان، إذا قال لهم مات يقولوا ما جاش عندنا إليه، ذهب بأمه إلى الهاوية، وإن كان وصل عندهم يقولوا له جيه وشفناه. وإذا مات بدولة ثانية؟ في أي مكان، الأرض كلها بالنسبة لهم معروف. الله. أهل القبور يتجاور يا شيخ؟ يفسح في القبر مد البصر. الله. أهل القبور يتجاوروا؟ الصالحين. المسلمين زي ما كانوا في الدنيا. مدد يا سيادي. مددين. سيد الحجازي. يعني قصد مثلا الأخ يشوف أخوه، الأخ يشوف أختها، يشوف أمها أبوها، أخوها الزوج يشوف زوجته. الحمد لله، اللي ما طويل يشوفها تتجرح يشوفها. يقول يا شيخ